السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تهيتي لكل الإخوة في الجزائر والإخوة اللي راهم موجودين في الخارج بكل اللغات وبكل اللهجات وتحية خاصة لخوتنا في الجلفة حبيت باش نتحدث هذه المرة في موضوع نتاع الأخت هذه اللي توفات في الجلفة فيه ناس علقوا حول الموضوع منهم اللي اخذته العاطفه وراح ربما نتيجه تغليب العاطفه على العقل وفيه ناس مع الاسف الشديد دون هو انه يتثبتوا ولا دون هو انه تبينوا مباشره هو انه يروحوا يميلوا لطرف دون طرف الاخت هذه اللي توفات ربي يرحمها وربي يرحم الجنين نتاعها وربي يرأى يكون مع العائله نتاعها سواء من ناحيه نتاع الزوج ولا من ناحيه والدين نتاعها وحتى الاقارب نتاعها ربي ان شاء الله يرحم هذا الناس اللي توفى وربي ان شاء الله يكون مع العائله نتاعها وربي ان شاء الله يخفف عليهم هذه الصدمه هذه الموضوع هذا نتاع الاخت هذه اللي توفات هي توفات ربي يرحمها كانت راهي تموت سواء بالطريقه هذه اللي توفات بها او بطريقه اخرى كل انسان راه رايح يموت في النهايه لكن طريقة اللي ماتت بها بطبيعة الحال أي إنسان هو لما يسمع هذا الخبر للدولة بعض وسائل الإعلام هو أنه الأخ هذا الزوج نتاعها راح تنقل بها من مكان لمكان وقاعدين يدوروا فيه إلى غاية هو أنه توفت هذه الأخت في الطريق هذا هو الشيء اللي أذاعوه في وسائل الإعلام المختلفة السؤال المطروح هل ترى هذه هي الحالة الأولى أي إنسان راهو عارف بالأوضاع نتاع الصحة في الجزائر وسبق له هو أنه كانت عنده تجربة راهو رايح يقول بلي ما كانش منها هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة لماذا؟ أمور منطقية الجزائر مع الأسف الشديد في مجال تاع الصحة ما زالت متخلفة بسنين ضوئية مقارنة بالدول اللي راها آه يعني فاقتنا بسنين ضوئيه نعطيكم يعني كمثال فقط آه انا راني عايش في فرنسا ربما كان بعض الضعاف الشخصيه وبعض المرضى لما انت تقول كلمه فرنسا هكذا هو جه الصداع في الراس نتاعو آه فقط برك يعني كمثال وبطبيعه الحال الاخوه راهم في بريطانيا في كندا في المانيا في امريكا في حتى في دول عربيه يعني في مثل دول الخليج هنا في فرنسا نعطيكم كمثال المراه لما تكون حامل يعني منذ الاشهر تاعها الاولى يكون عندها ان سويفي تكون عندها متابعه متابعه سواء من طرف مختص او متابعه من طرف طبيب العائله يكون عندها متابعة على بالهم بها هما بالنهار اللي راح رح راح تزيد فيه ويكون عندها حجز مسبق لل في الليلة هذيك اللي راح راح هي تولد فيها ثم يخبروا العائلة في حالة ما كذا تعيط لي زورجونس ولا تعيط الوسم لهذوك تاع لي بومبي ولا تاع الحماية المدنية والله كاين عندهم هما هنا كيما يقولوا لهم هما يدخلوهم ويكون عندها يعني حجرة حجرة راها محجوزة مسبقا الوضع هذا ما هوش موجود في الجزائر لماذا لأنه مع الأسف الشديد المستوى نتاع المستشفيات والمستوى نتاع الطب مازال ما, ما لحقناش للمستوى هذا اللي راها لحقته هذه الدول المتطوره درك هذه الاخت هذه علاش جبت انا هذه المقدمه درك هذه الاخت هذه المفترض يعني يكون عندها متابعه متابعة من قبل وحتى سيدي نفرضوا من أن راها فيه متابعة يعني بمعنى أنها راها زارت القابلة في, في وقت سابق أو زارت المستشفى في وقت سابق بطبيعة الحال هما إذا كان راهم قالوا لها باللي نهار الفلاني جي بمعنى إذا كان هي راها جات في وقت يعني قبل الولادة نتاعها بطبيعة الحال راهم رايحين يقولوا لها يا موش الوقت نتاع الولادة نتاعك لماذا؟ لأنه عندهم الكثرة نتاع هذوك الناس اللي يجيو راهم كاينين بزاف الناس اللي راهم يجيو ومع الاسف الشديد الخدامين ايضا حتى منهم اللي راهو يشتكي انا سمعت بعض المداخلات نتاع بعض الاخوات هكذا القابلات يشتكيو حتى ايضا هما درك هذا الحادثه اللي راها وقعت هو لا شك من انه هناك تقصير تقصير من كل الجوانب نقدروا نقولوا تقصير من طرف العائله نتاع هذه البنت هذه ربما يعني درك أنت حتى ان واحد باش يموت باش نتا قال يلا هو مظلوم المفترض هو ان الواحد ياخذ الاحتياطات نتاعو من قبل ما نقدروش حنا مباشره هو ان الانسان يحمل مسؤوليه لجهة معينه دون هو انه يثبت قادر يكون الزوج نتاعها ما قامش بال بالواجب بال... نتاعو هذا تساؤل ماشي ماشي حكم تساؤل قادر يكون زوج نتاعها ما قامش بال الواجب نتاعو قادر هي ايضا تكون رهام مقصره او ربما راها ما على بالهاش بهذ الامور ربما كاين حنا أنا مثلا في فرنسا لما تلقى مثلا مراه راه حامل راه تقرا كيفاش تتعامل مع الجنين نتاعها في البطن نتاعها لازم لها تمارين رياضية خفيفة لازم لها الماكلة كذا لازم لها ما تقومش احنا اللي هي مع الاسف شديد الثقافة ما موجودة عند عامة الناس الا ما رحم ربي قدر واحد راه ذرك هو مثلا تكون واحدة في كيما نقولوا وقت انت حمل قادر تتناول بعض الاشياء اللي هي مثلا دير لها غازات قادرة دير لها تسمم قادرة دير لها اختناق قادرة دير لها كذا إذا هذه المسألة باش باش نحملوش جهة دون أخرى، درك دو نجي للمسألة عن النظام، ربما بعض الناس هذوك اللي الأفق نتاعهم محدود مباشرة مازال ما يفهمش الكلام ويبدا هو يسب ويبدا هو يطيح في الكلام ويبدا كذا. درك هذا درك نجي للمسألة نتاع النظام والمسؤولية نتاع النظام. درك المسؤولية ما فقط راها غير للنظام. خطر عليه راح كاين الناس راح هي تساهم في الموت هذا الناس اللي راهم درك هما يموتوا في الطرقات بالحوادث نتاع المرور ايضا ثاني الدوله هي اللي قتلتهم النظام هو اللي راهو قتلهم ايه كاين واحد راهو دايرلو له بلاكه باللي ممنوع باش تفوت ستين ولا ممنوع باش تفوت ثمانين وهو راهو يمشي 180 كل واحد ذوك يديرولو له بوليسي هاك ما تشوفوا راه الناس واحد عنده بلاكه سونس انتردي ووراه فيت نورمال ما على بالوش بالقانون هذا الثقافة هذه للأسف الشديد ما زالها مش موجودة عند عامة شعب ربما تلقاها عند ناس هكذا مثقفين ولا ناس هكذا اللي راهم مطالعين وكذا هذه القضية ذوك حنا ماشي مباشرة نروحوا باللي هاو درك هذه الأخت هذه توفات يلا ونطيحوا على جهة راها كاينة أشياء اللي راها المسؤولية نتاع الأم هذه نتاع الأخت هذه كاينة أشياء اللي راها المسؤولية نتاع الراجل هذا أيضاً تاع طيب لازمك دير حساباتك قبل ما تلحق هذه الحاله هذه وتموت هي في الطريق تولي هي من مستشفى لمستشفى لازم الانسان يدير احتياطاته ومع ذلك احنا رانا مسلمين رانا نؤمن بالقضاء والقدر كثير من الاخوات اللي توفوا بدليل هو انه راه كاين فيه احاديث موش المجال على جال باش نذكرها راها المراه الحامل اللي تتوفى هي عند الزياده نتاعها راه تعتبر شهيده لو كان ما كانتش هذه الامور هذه راها موجوده من قبل نقولوا احنا باللي راه تستطيع المراه هي انها تموت بدليل هو انه مرات كاين بعض الاخوات اللي يديروا لهم عمليه قيصريه خاصه لما يكون المراه هذه كما نقولوا شو المولود نتاعها ولا شو الزياده نتاعها كاين مراه ما بعض الاخوات اللي توفوا عند وسمو عند زياده كثير من الاخوات اللي توفوا عند زياده ربما في وقت سابق هكذا كانت الامور مش متطوره وكذا لكن الان الحمد لله يعني راها مع ذلك تحسنت بعض الامور يعني مقارنه بوقت سابق الاخوه اللي راهم مباشره هما يروحوا يطيحوا على القابله خدم عقلك يا صاحبي خدم مخك مش مباشرة هو انك انت تروح تلقي في اللوم على هذه الاخت هذه وانا ما رانيش ندافع عليها انا راني ندافع للحق وندافع للحقيقة درك هذه الاخت هذه اللي قابله علاش انت مباشره تروح لها اولا راه كاينه مسؤوليه اداريه الاداره هي اللي راها دير مثلا المواعيد اذا كان فيه مواعيد مانيش عارف انا اللي هي كيفاش راهم يخدموا اداره راها تدير هي موعد قال مثلا لما واحده تكون راها رايحه تزيد راه تروح هي للاداره على جلبه هي تحكم رونديفو خطر عليها لو كان ما تكونش راك داير هذيك المساله هذه نعطي لكم كمثال فقط حتى باش الاخوه والاخوات اللي مش متزوجين والله مش متزوجات ياخذوا فكره تخيل انت مثلا راك في مدينه معينه سواء كانت الجلفه ولا سطيف ولا تلمسان ولا تيزي وزو ولا اي أيوة ولا واحدة اخرى راها كاينه مثلا كاين زوج قابلات راهم يخدموا مثلا وكاين أربعين وحده راح تنفس ورايحين هما يولدوا في وقت كيما نقولوا قريب كيفاش رايحين يديروا تخيلوا دروك لما يكون كاين رونديفو مسبق بمعنى انه كاين فيه متابعه هذوك الاخوات اللي راهم رح رايحين يولدوا فرضا من انه كاين أربعين المستشفى لازم يدير حساباته قبل قال ودي راه الليله هذيك ولا النهار هذاك راهم رايحين يكونوا 40 وبالتالي اذا كان راهم كاين آه قابلات راهم على باليش هنا كونجي ولا راهم وسمو يستعينوا ربما قادر يكون مستشفى قريب سواء في الولايه ولا خارج الولايه يستعينوا بهم قالوا ودي احنا راه عندنا ازمه راه كاينه 40 اخت راه تولد وحنا راهم عندنا غير زوج قابلات وبالتالي نجيو في هذه الليله راه كاين 40 اخت راح تولد بالتالي لازم هما يديروا حسابات نتاعهم لكن لما ما يكونش هذا التخطيط هذا ولما ما يكونش هذا التنظيم بطبيعه الحال انت دوك تروح تطيح نتاع الاخت وحده قال عندها عشر سنين وهي تخدم وحده عندها امين عشر سنين وهي تخدم تحت الضغط خلي من لي زانسولت هذوك السب رانا نعرفوا بعض بعضنا البعض مرات واحد هو يكون هو راهو تحت الضغط قال الزوج راهو تحت الضغط والله قال مثلا ما على باليش انا سلفها ولا خوها ولا كذا تحت الضغط هذاك يولي هو يطيح الكلام وهذوك الاخوات اللي راهم يخدموهم والله حتى ذوك الناس اللي راهم يخدموا في المستشفى تحت الضغط هذاك حتى مرات يطيحوا لهم الهدره مرات كذا وما راهو نفس في النهايه ما راهوش متربي جاي في الكعبه أراه في الجزائر ايضا أراه عنده ضغوطات اجتماعيه عنده ضغوطات نفسيه عنده ضغوطات هذه نتاع العمل اللي عنده كذا لما انت تكثر عليه هذه الامور هذيك وهو انه تصير انت طيح عليه بطبيعه الحال هو انه راه بشر كاين مرات هو انك انت لما تجيه بالرطابه تجيه بالعقليه تتحدث معاه انت قال وديك ذا قال وديك ذا قال ودي كذا, كذا, كذا ربما حتى اذا كان هو راه راه يدي كونجي ولا راه راه يدير كذا ربما هو يولي يتنازل على حقه لانك انت راك حشمته ولا لانك انت راك تحدث معاه بالزرافه لكن لما انت تجي تطر عليه وتجي تسبو حتى هو راه راه مثلا قال راه مثلا يهز الكونجي غدوه يهزو اليوم هاي ويقول لك وروح اخبط راسك الحيط هاي ونعرفوها احنا رانا جزائريين نعرف بعضنا نعرفو البعض لما واحد يجيك بالرطابه لما يجيك واحد بالسياسه ويجيك بالكلمه الطيبه ويجيك بالابتسامه ويجيك كذا ربما قادر هو ياثر عليك بالموقف هذاك، لكن لما يجي هو يطير عليك ويسبك ويجي يتهمك أنت في العقيدة نتاعك ويجي يتهمك في دينك ويجي يتهمك أنت في العائلة نتاعك، كان اللي يطيح له الكلام واحد يقول لها أنت فاسقة والآخر يقول له أنت مجرم والآخر كذا والآخر كذا، واش طامع أنت؟ راه الناس بشر من بعد هو يخبط لك راسك في حياته ويقول لك طبل وروح دير وايش حبيت، هذه فقط كمقدمة. درك هذه الإخوة هذو اللي راهم درك مثلا هما طاحوا على هذه الأخت القابلة وحبوا يمسحوا فيها الموس حتى حتى هذه الوزاره نقولوا احنا باللي درك هذا الوزير هذا جديد ما زال ما على بالوش بالوضعيه نتاع المستشفيات ما زال ما على بالوش بالحاله كيف راها ربما قال جاته هو تقارير هكذا سواء عن طريق الامن ولا عن طريق الناس اللي راهم يخدموا في القطاع نتاعو لحقاته تقارير قالوا ودي احنا راه كاين فيه تقصير وكاين كذا وبالتالي راها هذيك اللي قالت كذا وهذيك اللي قالت كذا هو على جال هو يمتص هذاك الغضب يروح يطيح على القابله هذه ويطيح قال على مدير المستشفى وعلى مدير الصحه يلا قال راك موقف وروح بسلامه بالعافيه في الجلفه نتحدث مانيش نتحدث في اماكن واحده اخرى الم يستقبل شكيب خليل يستقبل بالبرنوس وبالقشابيه وكرموه في المدينه تاع الجلفه هذا الناس اللي راهم يتحثوا الفساد ألم يستقبل سيدي السعيد وحداد وهذيك نغزة وكثير من الشخصيات اللي هما يروحوا خصيصا للجلفة على جال باش ياكلوا لحم الخروف الباهي هذاك شكون المسؤول عليهم؟ هذا الناس اللي اليوم رام يتحدثوا الفساد وحبوا ذرك هما هذا الفساد كله يطيحوا على هذه الأخت المسكينة اللي راها عندها عائلة علاش؟ هذا الناس راهم يحاربوا في الفساد مستحيل لكن هذا الناس راهم يحاربوا في الفساد إذا كان ولابد هو انه تكون محاسبه المحاسبه تبدا بالشيفان ماشي تبدا بال ضعاف كيما نقوله الدخل وضعاف المسؤوليه تجي واحد انت تطيح على واحد عامل مسكين هو يخدم وما تروحش انت للمسؤول هذاك اللي يروح يبونتي ولا راهو قاعد في على شط البحر وراهو يتبع في في الاخبار باللي تيكستو المفترض هو انه اذا كان فيه فساد وحنا لا نشك من انه فيه فساد الفساد راه موجود موجود في المستشفى وموجود في كل المؤسسات وموجود في كل القطاعات قطاع واحد ما راهوش موبوء بالفساد الرياضه في كل مجالات في الاعلام وحتى في حتى في في المساجد ما كانش قطاع ما راهوش موبوء بالفساد بالتالي درك هذا الناس اللي هما حبوا يحاسبوا هذه القابله وحبوا يحملوها هذه المسؤوليه نتاع الوفاه نتاع الاخت هذه هذا الناس الحكم نتاعهم راهو اما مبني على العاطفه واما هذا الناس راهم حبوا يبرؤوا هذه الوزاره الوصيه على القطاع نتاع الصحه والله هذه المديريات اللي راه مسؤوله على القطاع نتاع الصحه هذه الوفاه نتاع الاخت هي ليست فقط في مدينه الجلفه وانما فيه اخوات اللي توفاو في ولايه واحده اخرى ولا اعلام تحدث لهم ولا من منسال عليهم خاصه في هذوك المناطق النائيه اللي مساكن واحد ما على بالو به مغربي سبحانه ما تعرفوش نتوما احنا زدنا في المستشفيات ما زدناش في المستشفيات احنا احنا بكري كانت كانوا يجيبوا مراه هكذا لما يشوفوا واحدة راه وجهها كيما نقولوا المخاض هذاك نتاع الحمل يروحوا يجيبوها وتزيدوا لباس عليها وعلاش هم مش قادرين درك هذه الأخت هذه تزيد في, في, في البيت نتاعها؟ يعني هذا فرض وين راها العائلة؟ إحنا نروحوا مباشرة هو أنه نطيحوا إحنا على هذه القابلة. كاينين هنا في فرنسا في هذا التطور وفي في, في ولايات وفي بلدان مختلفة. مؤخرا في هذا العام هذا أنا طلعت اه فيه سيده فرنسيه ولدت في الطائره كانت جايه من دوله افريقيه ولدت في الطائره ولدت و... ومع ذلك ولدت وراه لل... الابن نتاعها راهو لاباس عليه القضيه واش هي قضيه وعي قبل الولاده هذه قضيه نتاع وعي لازم يكون الزوج واعي لازم تكون الزوجه واعيه ولازم تكون العائله واعيه وراه الدور الاعلام وراه الدور تاع الحركه تاع المجتمع المدني وراه الدور تاع الدعاه وراه الدور تاع هذا المثقفين وراه هذي المفترض هو انه يكون فيها تكون فيها دروس في المساجد تكون فيها دروس في المدارس تكون فيها دروس في كل المجالات على جال باش الناس دير هذه الوقايه في الاعلام قاعدين يديروا في البيبليسيتي اللي كوش ويديروا في البيبليسيتي نتاع النساء هذوك اللي عندهم الحيض وكذا قاعدين يديروا في البيبليسيتي اللي اسمه عوض هو انه يديروا هذه المواضيع هذه على جل باش يوعيوا الناس وعلى جل باش يثقفوهم على جل باش الناس يحضروها في حاله ما تصرى حاجه ولا كذا لا حوث على المرور عوض هو انه راه من الناس قال مثلا يثقفوا فيهم ويوريهم قال كذا, قال كذا قال كذا قال كذا يلا قاعدين يديروا في بيبليسيتي للطوموبيلات يسخفوا في الشباب يشري البيرمي يشريه بالرشوه وبالسرقه وبكذا ومن بعد راح تدخل في حيط اللي راهو تقتل فيه الحواس نتاع المرور راهو يعلم به ربي هذا الناس اللي درك هما يجيو درك هما يحدثونا على هذه الاخت هذه القابله هذه ويحاولوهم انه يحملوها المسؤوليه والناس اللي قتلوهما الالاف والناس اللي اختطفوهم ها هذوك علاش ما تحدثوش عليهم كان الناس اللي راهم مساهم في القتل وفي الاجرام داير لهم محامين يدافعوا عليهم محامين خاص لهم محامين تروحوا تطيحوا على واحدة مسكينة زوالية وبطبيعة الحال انا ما رانيش ندافع عليها راني ندافع على الحق راني للحقيقة وهذا الاخ هذا درك هذا هو راهو درك هو مسكين راهو موجوع راهو مسكين هو تقاس في الشركه نتاع الحياه نتاعو بطبيعه الحال هو راه يتاثر وراه, وراه وكذا ولكن المسؤوليه لا تتحملها فقط هذه الاخت هذه القابله والله اللي معاها هذه راها مسؤوليه مشتركه وبطبيعه الحال كل واحد يتحمل المسؤوليه نتاعو هذا الفساد اللي راه موجود هذه راها غير حاله من الحالات مستشفيات راها الفيران يدوروا فيها شخصيا عندي وحده من العائله توفات ما عندهاش بزاف عندها حوالي نقولوا شهرين ايه؟ ما عندهاش بزاف من اللي توفات قسما بالله يحكي لي في المستشفى نتاع مصطفى باشا كيفاش هما يغسلوا في الموتى غير كانهم يعني يتعاملوا مع اصنام ما كانش حتى ذره نتاع رحمه وهذا الموضوع يجي نهار ان شاء الله ونتحدث عليه كاينين الناس اللي راهم خالصين راهم دايرين امراه ثم هي خالصه ولا راهم دايرين راجل ثم راهو خالص، مَنْ بالله كيفاش يتعامل مع الموتى؟ كانه يتعامل مع اصنام ومع احجار، ما عندوش حتى ذره نتاع رحمه في قلبه، والناس اللي راهم عاشوا هذه المساله راهم يعرفوها، وهذه داخله ايضا في القطاع نتاع الصحه، باش تعرفوا الناس اللي راهم وما يتعاملوا مع الموتى كيفاش راهم يتعاملوا معها. وهذه لا تخص غير فقط هذا الناس ايضا رانا نشوفو في, في العائلات وان انه لما يموت واحد واحد راه موجوع راه يبكي والناس راه تضحك وراها تاكل في الديسار وراها تاكل في الدقله والحليب الرايب وراها الناس راها الناس تقهقه بالقهقهه الكبيره هذه اللي عنده هبال يجيب وحطه ثم اذا هذه المساله هذه الاخوه والاخوات هي ليست خاصه بهذه الاخت القابله ما نغوصش في هذه المسائل هذيك القانونيه، نتحدث بلسان الواقع، الواقع مثل ما راكم تشوفوا فيه. كاين اجرام، كاين فساد. إذا كان هذا الناس درك راهم حبوا هما يخوفوا الناس الكبار بضرب الصغار، نقولوا لهم بدلوا الشريط. حنا نحوسوا هو أنه كبار المسؤولين يتحاسبوا، كبار المجرمين يتحاسبوا. لما كبار المجرمين يتحاسبوا، ولما كبار المسؤولين يتحاسبوا فيما بعد لما المواطن هذاك هو يشوف كبار المسؤولين وكبار المجرمين راهم يتحاسبوا وراهم يتجرجروا للمحاكم وللسجون فيما بعد هو راه يرتدع لكن لما انت تطيح انت غير فقط على الصغار فيما بعد ها هو درك غدوا هما الجماعه يديروا ديميسيون جماعيه وروح انت روح جيب البقر روح جيبهم ما انا روحوا جيبوا ناس مانيش عارف انا منين يجوا هما يقوموا لكم بالمستشفيات روحوا استوردوا شعب واحد اخر يوضوا انه تعالجوا هذه الامور تعالجوها بموضوعيه وتعالجوها بحكمه وتعالجوها بواقعيه قلنا لكم باللي هذه المسألة اللي راها ذرك تجري في البلاد هذا الفساد وهذا الظلم وهذا راها كلها عبارة عن تراكمات سلبية وراها راح تؤدي إلى احتقان والاحتقان راه راح يأدي إلى انفجار واحد زيد واحد هذه المشاكل اللي راها موجودة العنوسة البطالة الفساد الرشوة العنصرية هذا ياكل في هذا العمل بغير القانون خوف ربي مكانش كل هذه الامور راها مجتمعه وراها غير زايده تتفاقم اذا كان فيه ناس مخلصين في البلاد ونحن لا نشك في ذلك يا الاطهار يا الشرفاء يا الاحرار في الجزائر تحركوا راها هذه المسائل راني نشوف سبحان الله راها ماتت القلوب رانا نشوفوا احنا لهنا راني هنا في فرنسا رانا متاثرين بالحاله نتاع خوتنا في الجزائر كاين اللي يقولك لك انت راك جاي في فرنسا وتهدر لو كان راني في زين دور خير لما تشوف انت يا ناس راها النار تاكل فيهم وما راهم هازين البورطابلات ويصوروا فيها وراهم يضحكوا هذ الناس هذو راها ماتت القلوب نتاعهم هذ الناس العقول نتاعهم راحت بالتالي على الناس اللي راهم درك مازالت الدماء نتاعهم تجري هذ الناس الشرفاء هذ الناس الاحرار تحركوا راه الوضع خطير النار تاكل فيهم وهما راه مازال البورطابلات ويجري وشفناها في وقت سابق وين انه الحمله راه مدياته هو راه عقب البورطابل شفناها شفناها في سطيف شفناها في في باب الواد شفناها في عده اماكن في البلاد والله العظيم شفت شباب ورانا حتى نشرنا بعض الفيديوهات يا الحمله مدياته هو يعوم كأنه راهو يسبح كما يقولوا بالمثال هذاك هو مديه الواد وهو يقول ما البروده هذه هي رانا فيها اذا الاخوه والاخوات هذه المساله ما لازمش تشوفوها هكذاك فقط يعني بمنظار سطحي وفيما بعد هو انه تنزلوا الحكم هذاك وتطيحوا على هذه الاخت هذه يعني الاخت هذه راه هي واحده من هذا المجتمع نحن لا ننفي تقصير التقصير, التقصير راهو قادر يكون من الاخت هذه قادر يكون من الاداره قادر يكون ولكن احنا اذا كان حبينا احنا نعالجوا هذه المساله نعالجوها من زوايا مختلفه ما لازمناش نروحوا نشوفوا قال الاخت هذه يلا طف اعطيها حبسها ها كي يحبسها مثلا قال له كان عندك زوج قابلات في المستشفى هذيك حبست هذيك الاخت هذيك على بالك باش تكون واحده قابله شحال لازم لك؟ انسانه وهي الاخت هذيك تقرا شحال من بعد انت توقفها عوض هو انه قال مثلا يزيدوا يجيبوا زوج ولا ثلاث قابلات وعوض هو انه قال لي يصلحوا الاداره عوض هو انه قال تكون فيه كيما نقولوا انسبكسيون تفتيش يروح يجيو ثم يطلوا لهم حتى لي طوالات توعم تا الناس راه تروح تولد الجرذان يدوروا قدامهم تا جيني اطيح طيح يطيح لي على القابله نتايا وراهم عمال تاع النظافه وراهم وراهم الناس اللي تخدم راه مسؤوليه تاع الجميع ماهيش مسؤوليه تاع واحد برك وحده مسؤوليه الجميع كلنا مسؤولين انا راني ذوك الان راني في الخارج وراني بعيد على هذه الضغوط راني مسؤول لما ما تحدثش انا وان انك انت تشوف الفساد راك مسؤول لازمك تتحدث المسؤوليه ماشي فقط هي المسؤوليه نتاع الناس اللي راهم في السلطه مسؤوليه نتاع الشعب ايضا لانه هذا الفساد هذا يوم ما تحشم السماء اللي راهو ياكل في الرشوه في المطار والله في الميناء والله راه ياكل في الرشوه في في مكان واحد اخر رأه مش فقط هو غير الانسان اللي راهو ذكره كاين اللي راهو ذوك هو رأه في النظام وراهو خدام سواء كان قاضي ولا كان شرطي ولا راهو كان راهو خدام خدام يخدم في خدمته و... ولكن راهو حتى انا سمعت ناس يقول لك حتى المواطن راه مسؤول اللي راهو ذرك هو فقط حاب هو يمسح المسؤوليه هذيك ويمسح الموس كما يقولوا في جهه معينه فقط هذا انسان اعمل باصيرة واعمل القلب هذا الانسان اللي يقول الكلام هذا المسؤوليه مشتركه واذا كان حبينا هو ان نخرجوا من هذه الازمه حبينا هو ان نطوروا البلاد حبينا ان نقف بالبلاد لازم الناس تتعاون هذا الشرفاء نحاصروا المفسدين يا سيدي درك اذا تكون كانت فيه مثلا تحقيق وتعين درك مثلا بلي هذه الاخت راها فاسده يا سيدي نحسبوها لكن هو انه دون تحقيق ودون تثبت ودون تبين وتروح الناس هكذاك مباشرة قال يلا يطيحوا القابلة وكذا والناس تعلق والناس تتحدث والناس كذا وضاربين عليها بينما كبار المجرمين قاعدين يرتعوا الناس اللي قتلوا والناس اللي ذبحوا والناس اللي اغتصبوا والناس اللي داو الاملاك نتاع الناس قاعدين يدوروا وقاعدين يتفسحوا راهم يدوروا في الجزر وراهم يدوروا في كذا بدراهم الترس اذا المسؤوليه مشتركه الانسان اللي سكت ساكت مسؤول الانسان اللي راهو متواطئ راه مسؤول الانسان اللي راهو قاعد يشوف وراه على باله بالحق وعلى باله بالباطل وساكت كيف كيف راهو مسؤول وهكذا كل واحد كيف راهو مسؤول هذه كلمتي باختصار الاخوه والاخوات ربي يرحم هذه الاخت والابن نتاعها وربي ان شاء الله يكون مع الزوج نتاعها ومع العائله نتاعها وربي ان شاء الله يعوضهم بخير وهذا الاخت هذه القابله هذه اللي راهم ذوك سجنوها أه وش واش هنا لابد هو أنه يكون فيه تحقيق والناس تتح... تتحسب تتحاسب على المسؤوليات وراهم يجيو الناس اذا كان انتم راكم حاسبتوا واحد مظلوم راه يجي الناس وراهم ينتقموا منكم غير كونوا هانيين لكل فرعون موسى تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته